كشف النائب عن محافظة نينوى طعم اللهابي عن قرب إطلاق تعيينات الحذف والاستحداث في تربية نينوى، مؤكدا وضع آلية منصفة للمحاضرين بالمجان والخريجين لغرض التعيين. تعيينات الحذف والاستحداث التي سوف تطلق إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة على اعتبار اكتملت من وزارة التربية، والآن الكرة في ملعب مديرية تربية نينوى. اتفقنا على أن نضع آلية منصفة الأخوان المحاضرين والخريجين، طبعا كضوابط هي ضوابط وضعتها أمانة مجلس الوزراء، الضوابط إلى حد ما نرى أنه منصفة. حصة أخواني وأبنائي المحاضرين في حدود 50%، 50% الأخرى هي موزعة على 15% للشهداء، 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، ونسبة أخرى لأصحاب الشهادات العليا.